السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متتبعينا الأوفياء في قناتكم التعليمية عالم الأميرات للمعلم زهير كنت من الله تكونوا بألف خير كنت من هذا الفيديو لقاكم بكامل الصحة وتكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله كنرحب بالناس اللي التحقوا بنا جداد في القناة كنت من لهم التوفيق والنجاح كنشكركم على الكم الهائل ديال التعليقات ديالكم وتشجيعاتكم وكلامكم الطيب ربي جازيكم بكل خير أه، كنرحب بالجالية المغربية ديالنا المقيمة بالخارج اللي كتابعنا ونرحب بجميع الدول العربية اللي كيتابعونا اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندير لكم الدرس ديال الخدمة ديال راندا المسوسة راندا الاسهم أه، بالعقيق ديال السيميلي اللي غيجي متناسق ومواتي لهذه الخدمة ولكن قبل ما نبدأ يعني فتحنا الباب ديال الدعم بالنسبة للقنوات الهادفة القنوات اللي بدات يعني ومحتاجة تشجيع منا يعني أعمالها ويعني ومحتوى ديالها يعني المفيد والمميز اليوم إن شاء الله الدعم لاول مره يكون الاخت راندا المتقونة هذه الاخت تلميذه يعني ديالي تعلمت مني كما كتشوفوا في الصور يعني نماذج من الاعمال بعض الاعمال ديالها كنتمنى تدخلوا عندها القناه وتشجعوها يعني بالاشتراك بمشاهده الفيديوهات وبجيم فضلا وليس امرا لان بحال هاد الاخوات اللي محتاجين يعني الدعم والتشجيع ما نبخلوش عليهم كنا في البدايه يعني بدينا بحال هكا يعني عندها اعمال مميزه كنتمنى يعني تشاهدوها وتشتركوا معها وتدعموها اللي غنبداو الخدمه ديالنا على بركه الله نحتاج في هذه الخدمه العقيق سيميلي نمره واحد نحتاج الحرير على جوج شعرات كما خدمنا في الموديل يعني في الهبطه ديال الراندا ديالنا كنحتاجو الابر نمرة عشرة يعني تخدم لنا العقيق وفي نفس الوقت يعني كتخدم ده دابا نبداو الخدمة ديالنا على بركة الله هانتوما يعني انا شديت التوب درت يعني الحبيك الا لاحظتو هنايا في الاول شتو الحبيك يعني مختلف على الباقي لانه الحبيك العادي اللي كيعرفو الجميع وهذا الثاني هذا الحبيك ديال راندت الكرافاطا للمعلم زهير يعني من الاحسن تخدمو بهذا الحبيك كما كي كتشوفو كيجي احسن من هذا كيجي مكركب وكيجي عندو الفجوات يعني في الجناب ديالو يعني باينين هذا انتما كيجي يعني بالغراز في التوب وكيجي منتهى الدقه والاتقان حتى في النظره حتى في الخدمه غادي يجيكم يعني نظره مختلفه أه راني حاط الفيديو بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش هاد الحبيك او الشبيكه ديال تحت الدرس يعني أه انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في اول تعليق يعني غيكون متبات يعني باش كلشي اللي بغى يستافد ويشوف الفيديو ديال الحبيك ديال راندا الجرافه اللي معلم زهير يعني يستافد من هذه الخدمه باش يعرف شنو كان خدمه دابا غادي نكملو الخدمه ديالنا مثلا هذا هو الكم ديالنا غادي ندوزو بالحبكه يعني من الاول حتى الاخير وغادي نبدا يعني من البدايه نجي الاول غرزه يعني انا نخدم في هذا الحبيك ديالي ديال راندات الجرافاتا باش ما يجينيش خدمه يعني مختلفه على يعني اللي غنخدمو دابا غادي ندير اول حاجه ندير السريفه بحال هكا شفتو غندير السريفه مباشره غادي نقز يعني العوينه الاولى العوينه الثانيه غنجي يعني في العوينه هنايا يعني أربعة العيون في المجموع يعني العين اللي درنا فيها السريفة مع العين اللي غنديرو فيها هاد الغرزة يعني ربعة كيبقاو جوج في الوسط يعني خاوين شتو بحال هكا غنقز بالخيط يعني هاد جوج عوينات غادي ناخد العقيقة ديالي بحال هكا شتو غادي نجي هنايا مباشرة شفتو هنا مباشرة يعني في الغرزة الموالية غادي نشد العقيقة نثبتها بهاد الغرزة شفتو بحال هاكا لاحظو مزيان شنو غندير غنخلي الخيط دائري في هاد الاتجاه غنرجع هنايا لنفس الغرزة يعني اللي في جنب العقيقة بحال لي غنغلف العقيقة ديالي بهذا الخيط شفتو يعني وفي نفس الوقت غنرجع يعني للبداية ديال الخدمة دابا دي لاحظو مزيان شنو غندير غنجي هنا لهذا الخيط اللي كنت نقزت غنعمرو بالغرز غندير الغرزة الأولى الغرزة ثانية الغرزة ثالثة شفتو درت ثلاث الغرز والغرزه الرابعه غادي نديرها مكان يعني السريفه اللي درت في الاول تفاهمنا هانتو ها هو هذا الخيط اللي عمرنا بالغرز شتوه دابا لاحظوا معايا مزيان يعني الخطوه المواليه غندير يعني هنايا خيط دائري في هذا الاتجاه غنجي هنايا لهذا الخويط اللي درت هنايا فوق العقيقه شفتو هذا غادي ندير فيه هكا غرزة وانا كنرجع بهذا الخيط اللي هنا غنعمر كذلك هذا الخيط اللي درت غرزة الاولى غرزة الثانية غرزة الثالثة شفتو بحال هكا كذلك غندير الخيط دائري يعني في هذا الاتجاه الفوق وغادي نجي هنايا وغادي ندير على عاوتاني نفس الشيء غندير هذا الخيط وغادي نعمرو بالغراس الاولى الثانيه وفي نفس الوقت راه ما كنجبدش لهذا الاتجاه كنجبد لهذا الاتجاه يعني جيت اليمين هانتوما يعني ساهل وبسيط جدا ما فيش حتى شي تعقيد دائما كنحاول نخدم لكم تقنيات بساطين اللي يعرف لهم يعني اي واحد مبتدئ هانتوما كنديرو جوج غرزات هذه الثالثه يعني نفس العدد باش بدينا في الغرز كنستمروا غادي نديرو نفس الشيء هنايا عاوتاني هذا الخيط نربطوه بحال هكا بالغرزه غنعمروه كذلك بالغرز شتو المروحه ديالنا يعني هي غادي تبقى تبان يعني هذا الدرس غنسميه ان شاء الله درس المروحه انه عنده شكل ديال المروحه يعني جماليه خاصه هانتوما كنكمل عادي يعني غير نحاول ما نزيرش هذا الخيط وما نرخفوش كتر يعني من القياس هانتوما كنعمر فيه الغرز الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه دابا شحال درنا هنايا يعني من خيط واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة بقى لنا دابا خيط واحد يعني غنديرو فيها سبعة ديال الخيوط بحال هكا غنعمر عاوتاني هاد الخيط هانتوما كنجبد دابا لهنا يعني لليسار يعني العكس ديال الأول لأن الخدمة غادية لي في الإتجاه ديدي ميمكنش نجبدها في العكس هانتوما جوج ها تلاتة يعني من بعد ما كنكمل يعني هاد الخيط الأخير لاحظو مزيان شنو غندير كيما خليت هنا هاد جوج عوينات غنخليهم هنايا يعني غنجي هنا في العوينة الثالثة غادي ندير غرزة لاحظو مزيان دابا شنو غندير غنرد الخيط لهذا الاتجاه دائري ونبدا نعمر هنايا الغراز غنعمر جوج غراز يعني في كل بلاصه باش غنخليها يعني على شكل مروحه يجيو نفس العبار ونفس القياس هانتوما كنستمر يعني عادي وبكل بساطه بالغراز كنعمر جوج غراز في كل بلاصه هانتوما شفتوها المنتصف كنكملو الخدمة ديالنا يعني عادي كنحاولو داك الخيط يعني ما غادي ما كنديروش جوج غراز متلاصقين ويبقى لنا الخيط شايط كنحاولو داك جوج غراز يعني يعمرونا لنا داك الخيط داك الفراغ اللي بقى لنا كنكمل الخدمة ديالي يعني. عادي هانتوما جوج غراز كل بلاصه حتى هاد البلاصه يعني الاولى ها هي دابا غادي تعاود لنا يعني بهاد الغراز يعني كتشد راسها الخدمه وعاد كتبان يعني من بعد ما ساليت جوج غراز يعني في كل بلاصه وصلت للنقطه بالبدايه تفاهمنا لاحظوا مزيان شنو غادي ندير غنجي هنايا في نفس يعني النقطه غندير الغرزه هكا يعني باش نثبت الخدمه ديالي من البدايه لاحظوا مزيان شنو غندير غنخلي الخيط يعني بهذا الاتجاه دائري وغنجي هنايا لاحظوا مزيان نجي هنايا في اول عوينه غادي ندير بحال هكا هذه الغرزه وفيها النيت غادي نعمر يعني شوكه شوكه ديال واحد ولكن عندها ثلاثه ديال اللويات يعني ماشي جوج جوج غتجي لوية راسها وغتجي حاضره إحنا بغينا الدرس ديالنا يجي باين لاحظوا مزيان شنو كندير مور اول شوكه كنجي غير هذا الفراغ هنايا اللي عمرت فيه جوج غرز كنهزو بغرزة هل هكا شتو كنجي هنايا عاوتاني يعني بين هاد جوج غرز و جوج غرز يعني ديال كل بلاصة كتبقى لنا داك الغرزة بيناتهم هي هادي اللي يعني غنهز دابا و غادي ندير فيها الشوكة الثانية يعني ما لاصقوش الشوكات باش يجي المنظر يعني خفيف و تا الجمالية ديالها كتجي باينة حسن ما تجي مشارجية انتم يعني كنفرقو دائما بهاد الغرزة ديال الوسط كنستمر يعني كنهز الدرس ديالي بهاد الشوكة بحال ها هاكا كيما قلتلكم د دلويات إلا بغيتو الشوكة تجي واقفة ملي يعني كان السمر عادي عادي كنشد هنايا غرزه يعني ما كنهزش شي غرزه يعني كنشد الفراغ كله بغرزه تفهمنا ها نتوما هنايا عاوتاني وصلت هنا غادي ندير شوكة هذا يعني بكل بساطه وبكل سهوله الدرس ديالنا غيبدا يبان لكم دابا لاننا كان في نيوه باش تبان النظره ديالو يبان الشكل ديالو يعني هنا في هذا الغراز ديال الفراغ ما كتخافوا من والو لانهم عامرين بالغراز يعني كتجبدوا مزيان باش كتوقفوا الخدمه ديالكم وفي نفس الوقت يعني كتجي الشكل ديالها عطيني نصف دائره يعني مشوكة بحال هكا بهاد السنينات هانتوما نستمر عادي يعني هنايا غرزة كذلك في هاد الفراغ غادي نجي هنايا غادي ندير غرزة وغنرجع في هاد الغرزة النيت اللي فيها كنخدم الشوكة ديالي هانتوما الصراع الاخير هانتوما كنجي هنايا ها هي هنا بين هاد الغرزة يعني غندير فيها اخر شوكة باش متجينش هاد الجهة الشوكة قريبة وهنا تبقى يعني بعيدة نفس الحساب يجيني في كل حبة ديال الدرس ديالي يعني عندنا سبعة الشوكات يبقاو ديما سبعة الشوكات هالشكل الشكل ديال الدريس ديالنا كيطلع شي حاجة منتهى الروعة هانتوما كنتمنى تكون بين يعني في الصورة شتوك كيجي خفيف ظريف وفي نفس الوقت يعني نفس الخدمة ديال المسوس اللي درنا مع العقيق ديال السيميلي اللي خدمنا هنكمل معاكم يعني حبة الموالية باش تفهمو مزيان انا نبدل الخيط ونرجع معكم انا رجعت معكم بعد ما دفنت الخيط انتما باش تفهموا فين دفنت يعني الخيط مباشره دفنتو يعني في الغرز ديال الداخل ديال هاد الحبيك ديالنا لان يعني كما كتعرفوا كتكون فيه الغرزه مدوبله وكيجي يعني في الخدمه يعني مرخوف شوية في الغرز ديال التوب يعني كندفنو في فيه الخيط ديالنا ديال الدرس دابا انا غادي نبدا معكم فتله جديده ها يعني هنايا وصل الدرس ديالنا غادي نجي لهاد العوينه المواليه وغادي ندير يعني العوينه ديال السريفه باش غنبدا يعني الحبه المواليه لاحظوا مزيان غنزيد هنايا غنزيد مجرد غرزة وحدة شتو يعني باش ما يجيش متباعد غيجي يعني متماسك مع بعضياتو دابا لاحظوا مزيان شنو غندير باش اللي ما فهمش في الحبة الاولى يفهم دابا الخدمة هانتوما بحال هذه هي البداية هنا الغرزة غنجيو نقزو جوج عوينات د الحبيك يعني غنشدو هنا في العوينة الثالثة ما نخليوش هذا الخيط مرخوف انا لا خليناه مرخوف راه مشكل يعني غادي تجينا البدايه يعني محلوله الخدمه دابا غادي ناخذ العقيقه ديالي كما قلت لكم ما كننقص حتى شي عوينه مباشره في العوينه اللي مواليه كندير فيها الغرزه باش نثبت العقيقه ديالي في المكان ديالها شفتوا بحال هكا مباشرة كندير الخيط دائري من هنا لهذا الاتجاه وكنرجع يعني بهذا الخيط فوق العقيقة يعني عليه كنخدم الخدمة ديالي تفهمنا؟ دابا من بعد كنعمر هذا الخيط اللي نقز مباشرة كنعمرو بالغراز واحد جوج جوج ها ثلاثة يعني ها ثلاثة الغرز درنا ولكن انا علاش ما كنرجعش هنايا كما درت هنا يعني باش ما يبقى ما يبقاوش هاد الغرز كيتجبدوا ليا هنا في هاد الخيط يعني وغدا عليا الخدمه من الاول وتعذبني هذا الشيء كنثبتها هنا بهاد الغرزه يعني بلاصه البدايه تفاهمنا؟ ها انتم بحال مباشرة والخيط الدائري لهذا الاتجاه كنجي لهنا لهذا الخويط اللي فوق العقيقة وكنشد بحال هكا بغرزة شفتو والخيط كنحاول نخليه نفس العبار ديال اللي سبق يعني ما زايد ما ناقص هانتوما كنعمر الغراز في هذا الخيط غراز عادية يعني ما حبيك ما والو غير غراز دراندا عادي كيما كنخدموا فالمسوسه المسوسه ديالنا يعني في الراندا ديالنا دابا منين عمرت هنا ثلاثه د الغراس شفتوا كنرجع في نفس الخيط مباشره بحال هكا غادي نجبد هاد الخيط اللي عمرت بالغراس يعني باش يعطيني طول ديالو هانتوما كنعمر نفس الشيء ثلاثة ديال الغراز وفي نفس الوقت كنجبد لهاد الاتجاه كما قلت لكم هانتو شفتو نفس الشيء كنرجع بالخيط ني هنايا كنعمر يعني هذه حاجه مفهومه وبسيطه كنعمر ثلاثة ديال الغراز في كل خيط الغرزة الأولى الغرزة الثانية الغرزة الثالثة دابا شحال عندنا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة بقينا لنا جوج يعني نزيد عاوتاني جوج ديال الخيوط عندكم تشدوا في شي حاجه من هذا الشيء اللي يعني عزلوا دي ديما هذا الخيط اللي فوق العقيقه ديما الخيط يجي هنايا الغرزه يعني تجي جنب خواتها اللي سبقوها ها انتم كنعمر عادي خدمه الغرز الاولى الثانيه الثالثة هو بقى دابا خيط واحد علاش درت انا التقنيه ديال الخيط في الاول وكنجيو للعقيقه الوسط ونرجعوا للبدايه يعني كل شيء شي التقنيه ديال الخيط باش ما نرجعوش بالخيط في الخدمه هنا وحنا أن نرجعو به هنا وما عندناش كي نديرو يعني عطيتكم انا هاد اه يعني التقنية يعني وهاد التسلسل اه باش تجيبوا اه دائما الخيط هنا يرجع في النقطة البداية ونستمروا به الخدمة باش لا قوة الخيوط تفهمنا باش بخيط واحد في واحدة تخدموا الدرس ديالكم مرتاحين دابا هانتوما هادي الأخيرة هنا واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. يعني سبعة هنايا ديال الخطوط هنا نتوما كننقص جوج عوينات بحال لي هنايا في العوينه هنا الثالثه شتوها كندير الغرزه وفي نفس الوقت كنجبدها مزيان يعني ما كنخليش الف... الخيط شايط كنرجع نعمر دابا بالغرز ديال الرنده دابا عاد غادي يتعالطوا الخيوط ديالي بهاد الغرز هنا كيشدوا المكان ديالهم جوج غرز في كل مكان كيمشيو نفس العبار نفس المسافة يعني ما تخافوا من والو يعني الخدمة من بعد كتجمع غير بهاد الغرز حتى كنتو يعني ظهرب لكم الغرز في الخيط يعني بهاد الطريقة كتوقف الخدمة هانتوم بساطة وبسهولة دابا شنو بقى لنا انفينيو الدريس ديالنا هنا غادي نديرو آه ليه يعني الدرس ديال الشوكه باش في نفس الوقت نوقفوه وفي نفس الوقت يعطي جماليه ها نتوما يعني فاش كنوصل لهنا لاخر حاجه شفتو غنجي هنا فهاد الغرزة أو هنايا يعني من الأحسن هنايا هذا هكا شتو هنا دابا كنكون هاد الغرزة لنخدم فيها يعني الشوكة ديالي لاحظوا الشوكة الأولى من بعد يعني الحبة الدرس هذه الأولى هانتو كنديرو هكا وكنربطوهم مع بعضياتهم يعني نجيو لهاد العوينه ديال الشوكه الاولى وغادي نديرو فيها الخيط عادي وغادي نديروه دائري في نفس الوقت لهاد الاتجاه ونكملو الدرس ديالنا عادي ها في نفس الوقت كما كتشوفوا مجبد انا الفتله يعني باش ما يبقاش يعني الخيط كيلعب بين ديك جوج سنينات شتو دابا يعني شدينا الدرس مع بعضياتو دابا لاحظوا مزيان شنو غندير غنهز هنا هاد الغرزة يعني ديال هاد الفراغ غنهز كذلك هاد الغرزة هنايا غندير يعني فيها الشوكة غنرجع يعني هنايا كنخدم الشوكه كما قلت لكم على ثلاثه ديال الدورات الا بغيتوها تجيكم واقفه وما تبقاش تنعس يعني وتحني راسها من بعد ها انتم شفتوا هو الدريس ديالنا دابا عاد غادي يبقى يبان كنستمروا كما وريتكم سابقا يعني كل بساطه كل سهوله ها انتم انا تعمدت ندير لكم خفيف يعني الدريس ما يجيش يعني اه اه تخو شارجي و اه نفس الوقت يعني ما لكمش الخدمه و لكم الحرير يعني بزاف يعني حاجه خفيفه وبسيطه راه كافيه انها تعطي جماليه يعني كبيره ماشي اه حتى نشارجيو الخدمه باش تبع يعني كنمشي وانا كنوقف الخدمه ديالي اللي سبقات في نفس الوقت كنخدم كنتمنى يعني الرؤيه تكون واضحه ويكون الشرح يعني مفهوم ليكم هانتوما يعني كنخدم وفي نفس الوقت كنوقف الخدمه يعني بهذا الغراز اللي كنهز دابا وكنخدم يعني الشوكة نكمل الخدمة ديالي عادي شتو كيطلع يعني الشكل ديالو شي حاجة رائعة جميل جدا ومتناسق يعني مئة بالمئة مع الموديل ديالنا يعني دي آخر شوكة نخدم هنا إذا يعني دابا كيفاش تخدمو مع بعضياتهم كيفاش تماسكوهم من الجوانب يعني هكا تستمرو كيما وريتكم هنايا ما تنقزوش ديريكت بالخيط هنا لا كما درت انا هنا قبل ما ندفنو يعني شديتو في نفس المكان الاول شتو باش غادي يبقى في المكان اللي وصلت له الخدمه تفاهمنا كما قلت لكم غادي كنزيدو هنايا يعني الغرزه الاولى بحال هكا الغرزه الثانيه صافي هنا كنقزو بالخيط وكنكملو الخدمه ديالنا كنتمنى الفيديو والخدمه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا يعني بهذا الشكل الجميل ديال هذا الدرس وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو إذا أعجبكم الفيديو ما تبخلوا علينا يعني بتشجيعاتكم بجيم فضلا وليس أمرا بالبارتاج وبالمشاركة في القناة وإن شاء الله مع أعمال جديدة ومميزة وأفكار خاصة بالمعلم زهير الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله